هشام حسناوي اخصائي في علاج امراض السرطان هنا بمدينه الدار البيضاء. مرحبا بك. شكرا سيدي الدواء. صباح الخير. شكرا سيدي على الاستضافه. شكرا لك. عارفه بان الاوقات ديالك يعني مزحمه بزاف، مواعيد عندك كثار خصوصا في ظل هذه الجائحه هذه، لكن مع ذلك لبيتي الدواء ديال الصباحيات. مشكور جدا. اليوم بغينا طبعا ما يفوتناش تحسيس كل المشاهدين بالطرق ديال الوقايه من سرطان الثدي، لكن بغينا نعرف معك بزاف ديال الحوايج جديده وعندنا ديك بزاف ديال الاسئله. نبداو بالتحسيس، شنو هي رسالتك دكتور لكل المشاهدين والمشاهدات على وجه الخصوص؟ شكرا سميره. بهذه المناسبه بغيت بعدا نبلغ التحيه الحاره لجميع النساء اللي تعانيوا بهذا المرض ديال السرطان ديال الثدي بمناسبه شهر اكتوبر روز. بالنسبه للتحسيس، التحسيس كما تنعرفوه امر مهم جدا. كيفاش تنديروا التحسيس؟ ابتداء من 50 حتى 74 سنه عند النساء. التحسيس تيدار عن طريق لا ماموغرافي اللي يمكن نزيدوا عليها ليكوغرافي مامير الا كنا محتاجين ليها. هذا التحسيس هذا ممكن يتوجه حتى للنساء. تتكلم على التشخيص، التحسيس يهم التشخيص المبكر بطبيعه الحال. تيهم هاد النساء هادو بطبيعه الحال، النساء اللي عندهم في الجوار ديالهم العائلي كان عندهم شي فرد من العائله اللي تصاب بهذا الداء ديال السرطان ديال الثدي. بطبيعه الحال تنديروا خمس سنين قبل تنبداو التشخيص المبكر ديال هذا السرطان. وهذه معلومه تنقولوها ونعاودوها دائما صباحية الدوزام، كل اخصائيين مشكورين تيجيو يلحوا عليها لما لها من اهميه في العلاج، لان التشخيص مبكر قد ما كان مبكر قد ما العلاج يكون اسهل بالنسبه لاخصائيين بحالكم. هذا هو الهدف الاساسي ديال التشخيص المبكر وديال التحسيس بصفه عامه، هي ان فاش نشوفوا دوك الحالات يكونوا حالات مبكره وتيكون العلاج سهل خفيف طفيف والمضاعفات الجانبيه ديالته تتكون طفيفه. واضح. هذا هو الهدف الاساسي. كل سنه تنسولوا دكتور على الجديد، واش كاين شي جديد هذه السنه فيما يخص علاج مرض سرطان الثدي؟ كل سنه تيكون جديد، تيكون جديد في جميع الميادين اللي تتخص هذا المرض هذا والعلاج هذا المرض، محاربه هذا المرض. في جميع الميادين كما قلت، في علم الانكولوجيا يعني العلاجات بالمواد الكيميائيه والمناعيه دابا ولات الليمينوثيرابي اللي عندها واحد البلاصه خدات بلاصه مهمه غالبا في الحالات المنتشره ديال هذا الداء هذا. فكاين العلاجات الموجهه لي ثيرابي سيبلي اللي هما عباره سواء عن سيروم تنديروه في العق ولا عن طريق الصدفه ولا عن طريق الدراع ولا عن طريق اقراص. دابا دو بلوز اون بلوس ولاو هاد العلاجات عن طريق اقراص. ياك احسن للمريض، لان المريض تيقدر يتناول العلاج ديالو في المنزل وبطبيعه الحال مره في الاسبوع مره في جوج الاسابيع ولا مره في الشهر. كاين خصو يمشي يشوف الطبيب ديالو المعالج باش يوجهو ويتبعو ويشوف واش كاين شي مضاعفات جانبيه اللي او لا او لا. كاينه لا راديو ثيرابي حتى هي؟ كاين الميدان ديال العلاج بالاشعه اللي تطور بواحد السرعه فائقه في هاد 20 سنه هذه اللي دازت. في علم يعني في هذا الداء هذا بالضبط ديال السرطان ديال الثدي، وغالبا النساء اللي تيكونوا عندهم مشاكل سواء من ناحيه القلب او من ناحيه الرئه ديالتهم وعندهم ثدي ليسري لمقيوس اللي هو قبله القلب وقبله الرئه، هذوك النساء يمكن لهم اليوم يستافدوا من واحد التقنيات متطوره ديال الاشعه اللي هي هاد التقنيات هادو بحال اللي قلتي تكنيك باغ موديلاسيون دانتنسيتي، يعني تتعدل الطاقه ديال الاشعه وتتركزها في البلاصه اللي بغيتي في المكان وتتخلي الاعضاء المجاوره تاخذ اقل نسبه ديال الاشعه ممكنه. وهذا عنده واحد الهدف معين اللي هو اجتناب المضاعفات الجانبيه اللي هي خطيره على القلب ولا الرئه. على القلب ولا الرئه. واضح. اليوم موضوعنا دكتور حسناوي هو ما بعد الجراحه. بزاف ديال النساء تيظنوا منهم خطا وغتصححني هنا الا كنت غلطه بان مورا الجراحه صافي راه ما بقى والو، من بعد الجراحه عاد تيبدا بروتوكول جديد. شنو تيوقع من بعد الجراحه؟ شنو ممكن نديروا من بعد الجراحه؟
بالطبع. الوغ من بعد الجراحه تيكون بعد التشريح المرض. يعني التشريح مهم جدا، تنشرحوه وتندرسوه تندرسوه بعمق. دابا عندنا العلم ديال التشريح تطور بزاف، لا بيولوجي موليكولير تطورت بزاف، ولينا تنعرفوا هذاك الورم الخبيث اشنو هما المعايير والمقاييس ديالو. وبهذه الطريقه هذه تنقدروا نوجهوا ونعرفوا قبل من نعطيو للنساء والمرضى هذوك العلاج، نعرفوا بان ذاك العلاج يمكن له يكون عنده واحد النتيجه معينه في هذيك الحاله بالضبط. يعني هذاك التشريح هو اللي تيقودكم فين غادي، الى الطريق اللي غادي تشدوا في العلاج ديال هذه السيده، لان هناك علاج اخر من بعد التشريح. كيفاش يكون العلاج؟ لان دكتور بسبيل المثال، غنقول لك بزاف ديال النساء تعرفوها في علاج سرطان ديال الثدي، في اغلب الاحيان تنعطيو واحد العلاجات مضاده للهرمون. ولاني ماشي جميع الحالات، والمرضى اللي تنتبعهم تيقولوا لي يا دكتور علاش ما عطيتينيش الفانيد ديال 5 سنين؟ هذيك السيده اللي جلست معاها في قاعه الانتظار قالت لي عطيتيني الفانيد ديال 5 سنين. هذا الموضوع غادي نتكلموا عليه، ديال هذه جالس وهذا الطبيب الاخر قال، غادي نتكلموا عليه من بعد. السؤال اللي تيراودني بزاف دكتور، لان تنسمع بزاف السيدات اللي تيهضر على لا راديو شيميوثيرابي دارتها قبل الجراحه، شي تيديرها من بعد الجراحه، واش تكون قبل ولا من بعد؟ هذوك سي دي سيكونس ثيرابوتيك، سؤال في محله، يمكن له يكون قبل ولا من بعد، على حسب الحاله ولا حسب مرحله المرض ولا حسب المقاييس والمعطيات البيولوجيه ديال الورم. هكذاك وهنا تيبقى للطبيب هو دور تقييم الحاله اللي يصلح لها اما قبل ولا من بعد. نرجعوا لهذيك الفكره اللي قلتي ديال سمعت السيده في قاعه الانتظار. بزاف ديال الاطباء تيعانيو من مشاكل تبان لنا يمكن حنايا بسيطه جدا، لكن انتم تشكل لكم عائق كبير في المعالجه ديال المرضى ديالكم. بحالاش؟ بحال هذه القضيه ديال سمعت في الاسئله. بحال هذه القضيه هذه بالطبع، ولاني كاين كذلك سكون ابيل لو فاكابونداج ميديكال، يعني تجي عندك المراه باش تعطيك، تجي عندك باش تدوز عندك وتعطيك الدوسي ديالها، تتشوفو تدرسو تاخذ الوقت اللازم والكافي، تتعطيها تقترح لها واحد البرنامج ديال العلاج. داك البرنامج ديال العلاج الا كانت المرحله متقدمه تيكون برنامج اللي هو ثقيل ثقيل مكلف. كاين الانعكاسات البسيكولوجيه والذهنيه على المحيط وعلى المريضه ككل. فتنتفهم شويه هذا الموقف، ولاني تنبغي نقول للنساء الله يخليكم، الا كنتو غادي ديروا تتبعوا مع واحد الطبيب معين، خاصكم اولا يكون طبيب كفء، خاصكم تديروا فيه الثقه وتسولوا الجوار ديالكم شنو هما الفروق الطبيه اللي هي كفءه، ومتى تمشيوا عند واحد الطبيب خاصكم تتبعوا البرنامج ديالو. يعني ما توصلوا عند الطبيب حتى تكونوا متاكدين هو اللي غتتبعوا معاه، لان شنو تيوقع؟ تنتبع عندك وتنمشي ناخذ راي من عند طبيب واحد اخر. وماشي راي واحد، راي الاول والثاني والثالث. وهذا شنو تيؤدي؟ تؤدي لواحد لواحد لو روتار في لا بريز اون شارج، يعني العلاج ما تيتاخر لان بقيت تمشي عند هذا وهذا وهذا. الى الطبيب الاول ما عطانيش بحال الطبيب الثاني، ما عطانيش بحال الطبيب الثالث، ما عطانيش بحال الطبيب الرابع، وهذا الشيء تيعني بان الرؤى مختلفه وبان الاطباء ليسوا كفء. لا، الرؤى مختلفه لان كاين مدارس مختلفه. كاين مدارس مختلفة في هذا الميدان ديال العلاج، ولكن مختلفة ما تعنيش أقل نجاعة ولا أقل كفء ولا أقل. كاينين مدارس ديال أمريكا الشمالية، مدارس ديال أوروبا، مدارس ديال آسيا الجنوبية، كاينين دي تيزوريوس ناسيونو هنايا وطنية. وكل واحد، كل طبيب ولا كل، لأن في الأونكولوجيا تنحاولوا بفرق. خص يكون طبيب اختصاصي في الأنكولوجيا، طبيب اختصاصي في فحص الاشعه، طبيب الجراح، طبيب تشريح المرض، طبيب التخدير والتبنج. خصنا نكون واحد الطاقم تقني، واحد الطاقم طبي اللي هو اللي تيدرس كل حاله. وكلكم تتكونوا من نفس المدرسه وعندكم نفس التوجه ونفس الرؤيه. في الاخر تيكون اتفاق. تيكون واحد اتفاق، واحد الكونسنسوس. اللي تناخذوا واحد البرنامج وتنتفقوا عليه الجميع،
وتنوقعوا عليه وهو اللي تنقترحوا المريض. هكا خصو يكون العلاج ديال السرطان ديال الثدي، لان ماشي كل واحد في القنت ديالو اللي يقول هذا العلاج هو اللي غنقترح وغير ذلك. لا، يعني انتم تاخذوا الوقت ديالكم باش تدرسوا هاد الحاله وباش تقراوها وباش تجمعوا على ودها وشنو الرؤيه اللي غادي تختاروا، يعني تقوموا بواحد المجهود كبير، وبالتالي يعني المريض في الاخر تيضرب هذاك الجهد كله سدى وتيمشي لراي واحد اخر اللي يقدر يكون مهم مزيان ولكن ماشي نفس الرؤيه، ولكن تيبقى الهدف ديالكم واحد هو العلاج. تمام. كاين شي ممارسات دكتور حسناوي اللي تزعجكم انتم كاخصائيين عند المريضات بسرطان الثدي، شنو هما؟ نبغي نبين النظر لواحد الامر اللي هو تزعجني بزاف، اللي هو التجاء لتناول الاعشاب والوصفات ديال الاعشاب اللي تعطوهم النساء اللي عندهم داء سرطان الثدي. هذه كارثه عظمى، ياك خصنا نقولوها كارثه عظمى، لان اولا ديك الوصفات ماشي مضبوطه ماشي محكومه مزيان، تتادي لواحد التاخر في العلاج وعواقب ديالها تزيدوا الخل على الخمير. في بعض الخطرات حنا دابا ولا عندنا بحال ان ريفليكس فاش تجي عندنا المراه تنشوفوا التحاليل ديال الدم ديالها ماشي هما هذوك، اول سؤال تنسالوها اشنو النباتات تتسلكي؟ عندك بعض النساء تيحاولوا يخبيوا الامور، كاين شي نساء اللي تيصرحوني وتيقول لي خديت هذه وخديت بحال شنو مغيوت برسطم حبه السوداء، واحد الوصفات اللي هي كارثيه يعني، واللي يمكن لها تؤدي كما قلت لك للتاخر والعواقب. يعني تبداو تعالجوا في السرطان وتعالجوا في اشياء اخرى. كاين واحد الامر مهم اللي هو عدم تاقلم هاد النباتات اللي هي فعاله، لان ما خصناش ننساو بان المواد الكيماويه اصلا راه جايه من الاعشاب، ولكن كاين موراها دراسات كاين هذوك المادات يمكن لها تكون اما مباشره تخدات من الاعشاب، اما تتكون مركبه سينتيتيك ولا تتكون سيمي سينتيتيك ما بين طبيعيه وسينتيتيك. ولاني هذوك الوصفات اللي تيعطوا للنساء ما مضبوطين مش مزيان، وعندهم مضاعفات جانبيه عويصه غالبا فاش متدير السيده المواد الكيماويه ديالها، تيكون لو ريسك ديال انهيار الكلي، انهيار ديال الكبد، المناعه تطيح ما تبقاش تطلع، وهذا الشيء خطير للصحه ديال المرضى. تنشكرك بزاف دكتور هشام حسناوي على كل هذه المعلومات اللي عندها اهميه جدا في العلاج ديال هاد السيدات هادو. تتبان لنا معلومات بسيطه جدا، لكن في البساطه ديالها يقدر تغير المصير ديال العلاج ديال هاد السيدات اللي تنتمناو لهم الشفاء العاجل. شريطه انهم يتبعوا ويديروا الثقه في الكفاءات الوطنيه اللي عندنا، فنمشيو عند الطبيب يا اما نثقوا فيه ونمشيو عنده، يا اما ما نمشيوش عنده من الاول، نديروا التحدي ديالنا ونعرفوا شنو بغينا ونمشيو عند الطبيب وما نبقاوش نديروا لو فاغابونداج اللي تكلمت عليه دكتور هشام حسناوي. مشكور جدا انتم اخصائي في علاج امراض السرطان هنا بمدينه الدار البيضاء.